فهذا حتما سيهدد المسار الديمقراطي، ولا فائدة وقتها من نتحدث عن دساتير تبقى حبر على ورق. في مصر الدستور صادق عليه 64% من الشعب المصري، وهذا يعني أنه قارب الثلثين، وهذه حالة ديمقراطية واضحة وجلية. فالتآمر على الدستور هو خيار في الحقيقة كان ناتجاً عن فعل لقوى مضادة لمصير الأمة وللحريات وللديمقراطية، والزعم أن الإسلاميين هم أعداء للديمقراطية والتشكيك في صدقيتهم كان مدخلاً لتكريس نظام عسكري، طغمة عسكرية تتسلط على الشعب المصري وتزعم أنها منقذة لهذا الشعب. تنقذه ماذا؟ من ماذا تنقذه؟ من الدستور، تنقذه من الانتخابات، من الشرعية. ولذلك نقول نحن لابد كشعب تونسي، كقوة حية في المجتمع التونسي، أن نقف ونهب هبة رجل واحد من أجل التصدي لهذه المؤامرة. وأنا في تقديري لو أن البلاد العربية تساهم بما أوتيت من قوة من أجل التصدي لهذا المسار، نستطيع إن شاء الله أن ندعم الإرادة الشعبية الحرة في مصر، ونستطيع أن نؤمن المسار الديمقراطي في البلاد العربية كلها. وإن شاء الله يوم السبت سوف تكون هناك مسيرة تشارك فيها أطراف سياسية عدة والمجتمع المدني في شارع حبيب بورقيبة. إن شاء الله الناس كل نتآزى من أجل أن نكون موقفنا موقف رجولي، موقف إسلامي، موقف وطني، موقف بكل تياراتنا، كل كفاءاتنا الشعبية من أجل نصرة الحق والعدل والديمقراطية. أعود